تحية مسائية لكل المشاهدين عبر امتداد بث وضعية جمهورية جنوب السودان في كل مكان، وبصفة خاصة متابعي برنامج منبر المرأة الأسبوعي وحلقتنا اليوم الليلة بنفرد فيها مساحة خاصة للعيد رقم 31 للجيش الشعبي لتحرير السودان وانطلاقه الشرارة الأولى للنضال المسلح عام 1983. كان للمرأة دور رائد كما للرجل في هذا الحرب، وأثمرت بذلك تكوين كتيبة خاصة للمرأة عرفت باسم كتيبة البنات، والتي برز فيها في ذلك عبقرية الدكتور المفكر جون غارنغ دي مبيور، والتي قدمت من خلالها المرأة مجهودات كثيرة وقدمت أمثال شهيدات أمثال أغير قوم. في هذه المساحة نخصصها للحديث حول لمحات من هذه الكتيبة وإنجازاتها والأحداث كمان التي صاحبت تكوين كتيبة البنات. رحبوا معي في الاستديو بالأستاذة أرويل بيور ضمن مفوضية المعاقية الحرب والأرامل والأيتام، وكذلك ماما ماريا جيدين جاغمير وضحية حفصة ضحية كمان ضمن الضيوف المعنى في داخل الاستديو. بنذكر كمان أنه نتكلم عن كتيبة البنات ومن أولى المشاركات في كتيبة البنات ماما أرويل بيور. بنرحب بكم على مدة ساعة كاملة في برنامج منبر المرأة الأسبوع. هنتكلم أكثر عن كتيبة البنات ونقول لكل الجيش الشعبي ولكل شعب جنوب السودان كل عام وأنتم بخير. مرحب بكم ضيوفنا في الاستديو. شكرا لك. أوكي، نحن هنتكلم كمان على كتيبة البنات لأنه دور المرأة في فترة النضال طوال 21 عام كان لها إسهامات كثيرة، كذلك الرجل. يعني إحنا قدمنا شهيدات هم كمان قدموا الشهداء. البداية نتكلم يمكن كل ما يصاحب عيد الاحتفال 16 مايو بنتذكر كتيبة البنات، لكن إحنا عايزين نتكلم عن كتيبة البنات الفكرة بتاعته لحد التأسيس النشأة، أبرز الشخصيات اللي كان موجودة أو الشخصيات السيدات اللي هم البنات اللي انضموا لكتيبة البنات، التاريخ بتاع التأسيس الفكرة. لأن هنبدأ بيكي منى أرويل لأنه أنت كنت أولى الناس اللي شاركوا في كتيبة البنات. أشكر أسرتك تبين جنوب السودان. أنا مقصود الليلة ومقصود كثير، لأن أنا بذكر في يوم 16 ده يوم يعني ده يوم فرح لكل الجنوب، بكوست يوم جنوبين فكروا عشان كيف يكون يعني يتحرر نفسهم من أعمال اللي كان كعب يعمل له. فده يوم عظيم، ده يوم بذكروه في كل سنة، الحكومة بتاعنا كمان بذكروا. أنا أما أنا من الكتيبة بنات طبعا، أنا اشتركت في حركة في يوم 2 شهر 2 1904 طبعا يا 84 ف زمان مشيتنا. انا شفت حاجات كثير وفران كان ما زول يفكر لي. انا فكرت انه اخواني فكروا وكله قلوب بتاع جنوب السودان كان فكروا عشان يمشي يتهربوا. ده ما فكر لراجل بس، فكر لاي زول اللي هو جنوبي. ففكرنا اننا كتيبانات كثير مشينا، اوائل بتاعنا مشينا 350 وكن مشينا في المهل بتاع لاجين في السوق. الانطلاقه كان من وين بدايه؟ انتم تلميتوا ومشيتوا؟ كان في منطقه بالتحديد؟ طبعا قمنا في بور والجنجلات، البنات كان قاموا في مهلات مختلف طبعا ده في كله في 10 ولايات بتاع جنوب السودان، وكل زول كان بيقوم. انا قمت مع هنا مع البنات القايم معايا وانا قاعد نقول 350 ومشينا لهذه في إثيوبيا. في المهل كان مهلاجين في إثيوبيا وقعدنا هنا وكن مشينا رهبونا يعني الجيش الشعبي كان ماشي قدامنا، وطبعا مشوا ودونا في المهل اسم إيتان. يوم بدينا في التدريب بتاعنا في إيتان وكنت دركنا فيه كان في بنات كثير، في ناس كثير معنا، في ناس الولاية، في ناس يعني غير عتيب هنا بنا ناي وشاي أكير دنا يوم كنا كتير أو ب ب ده كنا جيتنا أول يعني، وكنا كنا في بيلفام بعد بنات جا في بعد مناطق بقبائل مختلف ودربنا هنا في بيلفام فكان أساس بتاعنا. لا هو يعني هو كان 1984 ما مارين عندك إضافة طبعا أكيد. شكرا أوكي. بالمناسبة وكده الحرب كان بدأ، كان بدأ أول للسياسيين الكبار عشان هم يا كان بيعرفوا في شنو بين الشمال والجنوب.
وهم دخلوا المدارس. يمكن نحن كان طلاب في المدارس، نحن كان قاعدين نقعدوا نشوفوا المشكلة الشمال بالضب يا ملوكية. بعد شوية أو ناس مشى في القابة في 1900 وباقي مشى في 82 يا وانيا وان أنيا تو هم كونوا بعد يا في ناس ملون عوان ناس جيمس فروز ما ناس فاقان عمو ما ناس كومرس الفكير ما كان في أنيا تو في محل ده يا في 83 يا بدأ الحركة. وكيد بدأ الحركة ما كان بدأ لراجل برانا، الحركة كان بدأ لمرأة وراجل عشان نحن المشكلة بتاع الاستعمار كان دخل في راس ناس وكمان القشة في راس ناس كبير لشرعية الله كان فيه شرعية الله في الجنوب أثر معنا شديد عشان شمالين كان جو وجاي سامرونا سامرونا بلغة وسامرونا بمعيشة زادة يعني الناس مشى في قابة بنات شالوا أسلة بتاعهم ومشى في قابة في كل كان السيدة هو في جنوب كله بنات كتار جو وكمان بعد ده يا هم مشى في إثيوبيا ومشى تدربوا هنا ونحن كان نسوان زوجونا يعني كان عندنا أنا كان عندي سنة وكنت زوجوني راجل كان مانبا بتاع البرلمان في جوبا هنا فيا هم حال بدأ فوق والناس مشوا هناك بالمناسبة نسوان كان دارين يشاكلوا كان دارين يشاكلوا مع رجال سوا ورئيس دكتور جون ما هنا ما كابنت بتاعهم هم قعدوا تيدوا قالوا يا نسوان يا بنات ما ممكن تشاكل هيتو شكل هذا كان لي خلبلين ان احنا رجال ويتو نحن بنودوكم في منطقة اللاجئين وتقعدوا هناك لو جابوا معوقين تشتغلوا معهم وكان في بنات مشى في شكلها شفتها وكان مشى في شكلها يا ابو مشى رجعهم ويجي يشوفوا معوقين ويجي يشتغلوا في محلات ويشيلوا تعينات ما نسوان سوا ونحن ذاته كان هناك نشيلوا نودوا للجيش عشان نحن نشاركوا عشان ما في حاجة راجل ممكن يعمل برا ومرة يكون ما في هناك وقبل ده كان عندنا أخوتنا اللي هو ماما بتاعنا جيرجو ماكل هي كان مرة أول في نيانيوان وكده نيانيوان جاء نحن يمكن ما ولدونا وجيرجون كان هناك فجيرجون بذل جهدة ومشى شارك مع رجال وكده شارك مع رجال يا وقتي بنات شاف الجيرجون شارك مع رجال في نيانيوان يا بنات مشوا في القابة وهي ذاته جاء مشى ما 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 بنات دل سوا عشان يدو مورال ورجال يكون عنده مورال يا هو تلاقينا بلد أكيد يمكن ما مالبال أنتم انضميتوا لكتيبة بنات الانضمام بتاعكم دينه دافع معنا وبيشجع الرجال الموجودين في الحرب لكن بالنسبة لكم أنتم بنات كنتوا بتحسوا بشنو الزمن داك يعني أنتم خليتوا مدارسكم وطلعتوا من غورة ومشيتوا قاعدين في الخيم وعشان أنتم عايزين تدعموا الرجال اللي كانوا قاعدين يحاربوا أنت كواحدة من مؤسسة كتيبة بنات كنت بتحس بشنو الزمن داك؟ شكرا مرة ثانية طبعا قلت قبل الأول بينه وكيت حركة بدأ فكر ممكن كان فكروا عايز فكروا زي فكروا سياسيين ضم كله زور فبيب كان بقوم زي انا قمت بنفسي انا قمت هنا بوجه كان عندي استعمار في المدارس هنا في حكوميات كمان كان ناس بتاعنا ما بحكموا كويس وشنو وفي مدارس كمان ناس بظلموا ناس هنا ما بوصلوا لحد في جامعات كويس بصوره كويس في جنوب السودان نبلكاس فزول انا كان مشيت اساسا للحرب من في النهار فبعد ما القائد بتاعنا مشي قال انتوا بنات لا خلينا نجربوها من الرجال وكمان كنا قاعدين نعمل لهم اعمال ما وقفنا كده يعني نساعدهم بحاجات تامين شو بساعدهم بشن؟ ممكن نرفعوا هنا بنرفعوا تعيين لهم وكمان هنا كان في عمليات زي معركه بتاع جوكو بنات هنا جابوا معاولين مساعدين عليهم قبل ما يلحقوا مسجفة طبعا ده كان هنا ده كان يعني وجل كان في قلبك يا أبو الشيء عشان تمشي تحرك ممكن أنا بالنص الكلام يقول لك تطرقت لحاجة يميل إنه طريق إنه في وحدات كانوا ما مزوجات وأنت كنت مزوجة عنده قبل سنة بيقولوا زمان في الغابة إنه كان الدكتور جون قائدنا هو اللي كان بيزوج البنات لأنه البنات ما كانوا المفروض يكونوا قاعدين وبس يكونوا قاعدين عشان هم يساعدوا كمان هو كان بيفكر لقدام انه ما ممكن احنا كلنا نمشي نحارب لازم يكون كمان في جيل
تاني يجي عشان كمان يحارب باسم بتاع جنوب السودان. بتتذكر لنا الحاجة دي ماما ماريا زمان أيام كتيبة بنات؟ يس بالمناسبة وكيب بنات كان مشى في قابة هم كان أكيد ماشيين يشاغلوا هم قالوا ما دارين يكونوا نسوان ولا يزوجوا وكيد القائد راح الدكتور جون قرم ده مبيور وقائد سلفاكير وميادد ما قبنا بتام هم انقعدوا وقال حصلوا خلينا بنات ديل هم قاعدين بيقولوا كتيبة بنات تيم بتوم كان هم قال الزواج بعد التحرير والتحرير ما في زول كان بيعرف 200 يجيف عشان شكلها كان مستمرة ومستمر ويمكن زاد وتعجز زي اللي كان مشى بنية صغير ولو كان قاعد لحادي 2005 ما كان عجز وما كان ولد حسن فيا الفكرة دي ترجان جابوا ما كبنا بتوم وقالوا ما في زواج بعد التحرير الزواج حسن اي شغل مو بنت عمله انت لو انت ولدت جنة ده ممكن يمشي في شكل لو مستمرة شفتها يا فكرة جا وزوجون بالباريد عشان يوم ده وكن هنا في غابة ما كان في عربات ناس قاعدين بمشي بو قاعدين نمشي بكداري بكورينا وكده مولاريز بدا كل مقايدة ده لما جاءوا قاعدوا وبس هلوك انت منيات بتحبه داري زوجة انت بتقول ده فلان فطوالي بنادوك البيت وراجل بجاي ويجي يا موليريس هنا وزواج ده بمشي لهذا حال بتاكم عشان نمشي الدفع المال ما زوجهم ساكت فالكتيبة بنات ديل نحنا قاعدين نتفاخر بهم عشان هم قبلوا كلام بتاع الرؤساء بتاعنا عشان هم حاجة اللي كان في راسهم قال الزواج بعد التحرير لكن الرؤساء بتاعنا هم كان بيعرفوا التحرير كان لحد المدينة فيعوا زوجهم هنا الثيم بتاعهم ده كان كويس عشان زواج بعد التحرير فهم زوجهم وكتيبة بنات تاني قاعدين بجو ما كان وقف لهم برام في ناس كان قاعدين بجو طوالي يا أمة ما قرقم طوالي شاب بنات مشى تاني جابي ورام ده كان إنجاز كبير كده احنا ممكن هنتواصل كمان بنتكلم ما ننسى انه النضال بس يمكن ما كان بس في الغابه حتى انه كان في ناس ناضله من داخل المدن في ناس كانوا بيكونوا قاعدين هم عيون بتاع الحركه الشعبيه داخل قراهم احداث يمكن جوبا ميساكا 92 اي زول كان بيتذكر انه كان برضه في ارامل وفي ناس قدموا شهداء احنا اكيد يوم 16 مايو احنا بنحتفل فيه بانطلاقه بتاعت الشرارة الأولى للجيش الشعبي وكمان بنتكلم عن إنه نحن نترحم على الشهداء اللي إحنا فقدناهم في الفترة دي أحداث 92 يمكن ما مضيه يمكن نحن نرحب بك أول دار نتكلم عن أحداث 92 في الزمن ده يعني أنت كزولة كنت موجودة وتابعت الأحداث دي بتتكلم بتتذكر شنو في الزمن ده ناس وانا الفقدوا أزواجهم والشهداء والشهيدات اللي قدموهم في الزمن ده شكرا كبير طبعا الزمن ده كان صعب شديد كجيب زمن ده كان صعب زمن ده 92 دي طبعا انا نتكلم بالعربي بس ايوه اي زمن ده كان صعب ناس ماتوا لكن تريقة ناس ماتوا بو ناس ما كان بيعرف بيشيلوكم بس من البيت ما معروف بيشيلوا من البيت كاتولتهم بيعطوا تريقة ما معروف بس بيشيلوا قال فلان في قال بيشيلوا زي زول الماشي تاقاين يا زول جيروان لكن تاني ما بيرجع لادي يوم الليل فما مدة نا لادي حسا حكومة زاتو لادي حسا ما قادر ورونا نزيد ما كيف وحصل شنو وفي شنو ليالهم طريقة قتل كان بيكون كيف هل مكان بيجي البيت ولا الأحداث اللي كان قادر من بيت واحدين زاتو شيلو من مكتب تانين زاتو شيلو من مكتب عديل شيلو تا وخلاص تاني ما باينو تا شفتا وقعد زيدة مثلا اثنين ثلاثة ناس كان قادوا سوا زيدة خلاص بتحموكم منه يعني بس بيودوري تاون سيدة زيدة يا ليتا ما بحصل كان تحصل وزاته مشكلة ليتا أكيد ده في أحداث 92 يمكن 92 يمكن الناس اللي كانوا في الغابة عندهم إضافات زي ما سمع مريم مثلا هم بيعرفوا إنه 92 بالنسبة لك بيسموه جوبا ميساكا هو ده الاسم الرايج زمان أيام الغابة أي شفت في 92 بالمناسبة الناس اللي كان قاعدين في المدن كلهم يا أودي ترجان وبعدين رعيز سالفكير حصل قاعد ده هم كان قاعدين منار وناس زي دي نجر عشان الناس زي اللي كان بدهم معلومات هم بيقولوا عندنا دي نجر هناك عشان كلهم في مدن الثلاثة في جوبا في واو وبعدين ملكات كان في ناس زي الفوق فوكت جلابة جشاب المشكلة ده فهو مشى طوالي بيتهم
وبقتل الناس، بشيل الناس ووديهم في البيت الابيض القاعد هنا في جم قياده، يمشي يدك الناس وهو يقتلهم، وتاني يشيلوا بالطياره يجعون تحت في القابه، يقول له امشوا للناس بتاعكم العبيد القاعدين في القابه. شفت قتلوا الناس زي الكثير. وكد جينا وهنا جبنا سلام جاء فحكومه قعد توالي وعمل مفوضيه، وكده عمل مفوضيه فذكر اي شهداء في الجنوب كله من النينوان، وفي ناس كمان لو شكل مشى هناك هما عساكر، ناس ديل ما عساكر وقاعدين في بيوتهم وشكل جاي زي الناس اللي كان قتلهم في جوبا هنا والقتلهم في البوردة، لو حقوق بتاعهم بكون للحكومة، فالناس ديل الناس بتاع الحرب. فيا الحكومة حسفت الكوميشن اللي هو مفوضية للمعوق والعرامل واليتائم عشان يشوف ظروف بتاعهم. فجوبا مساقة ده كان ناس بتاعنا، وهم كان دارين يمشوا في قابة وما في طريقة طوالي قتلهم هنا. وفي ناس كان قاعدين بسطرون بقبر واحد، فياو بقى جوبا مساقة. أكيد إن هنمشي أول فاصل، هنجي نتكلم بعد الفاصل عن إنه أبرز الفتيات اللي كانوا موجودين في كتيبة بنات، وكمان لازم نتكلم عن أجيركم كي كواحدة من أبرز الشخصيات اللي كان موجودة في كتيبة بنات، وأكيد إحنا بنرسل التحية لأسرتها. بس خلينا نمشي أول فاصل في منبر المرأة الأسبوع، بنعيد على كل المشاهدين اللي بيتابعونا بيقولون كل سنة وإنتوا طيبين بمناسبة العيد 31 للجيش الشعبي. فاصل قصير نجي راجعين، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وإن ما كنتم نذكرنا في منبر المرأة الأسبوعي خصصنا حلقتنا الليلة لكتيبة البنات بمناسبة الاحتفالية الخاصة بالذكرى 31 لانطلاقة ثورة الجيش الشعبي للتحرير السودان. بنذكر إنه معنا في الاستوديو مع ماري وكمان مواضحية نتكلم أكثر عن كتيبة بنات والأحداث المصاحبة، وكمان نتكلم عن الشخصيات اللي كانت باردة في الزمن ذاك والشهيدات اللي قدموهم فترة طوال 21 عاما. يمكن ماما مريم كنا بنتكلم معك قبل الفاصل، لكن انا ماما مريم اتذكر انه كتيبه بنات ابرز الناس اللي كانوا موجودين على راسهم ممكن اجيركم. احنا ما حنتكلم عن اجيركم اكثر، انت ماما مريم حتتكلم عنها، لكن منو غير اجيركم كانوا موجودين في زمنكم ذاك النسوان اللي انتم حسيتوا انه هم يعني كانوا هم النسوان القويات اللي كانوا قائده بتاعتكم اللي انتم بتتذكروهم لحد هسه بتتذكروا اسرهم الموجودين منهم والشهيدات؟ طبعا في الاول عندنا ماما ربيت، انت عارف ماما ربيت ما ركن يعني دي اكيد دي ما دي خاصنا عندنا الوالع اي دي قال هذا عندنا نعتيرات لسه في الجيش، عندنا كمان كردنا يوم في البومي الحركة ما نسكت البنات. طبعا زمان الناس راجعوا هنا جيش شغلهم معلوم، وكل زول وزعونا في السجون وإلى جيش بوليس في سبيل كمان. فكتبنا ما منصوم قاعدين معاك كثير بتاعهم في جوا هنا. الأسماء اللي تذكرتهم دي الناس الموجودين حاليا والشهيدات بتتذكروا من شهادات عندنا واحد كان زميلنا كمان اسمه نيكول ماريا شهيد العظيم مع أختنا اسمها أيان أيان مالوكو، دي الناس اللي كان ماتوا أوائل أكيد إحنا بس بنتذكرهم كجميل وعرفان لهم لأنه هم كان لهم دور طوال فترة 21 سنة. أجرقوم يمكن هي امرأة خاصة، يعني هي كانت من أول النساء اللي انضمت للنضال المسلح، ويمكن هي يمكن أولى الشهيدات، وكمان لسه التاريخ بيتذكرها وإلى الآن الناس بيتذكروا أجيركم. نقدر نتكلم عن أجيركم في مساحة خاصة كنوع من العرفان لأجيركم ولأسرة أجيركم. أجيركم هي كان مرة مناضلة وهي قوية وهي كان متعلمة في نفس الوقت. فوقت كان بدأ عشان يمشي في القابة أجيركم كان مزوج راجل بتوعي كان وزير، كان محافظ بتاع بليك ستيد اللي هو بحيرات اسم بتوع رمزي من تيم تشير، كان زوج بتاعه
فجيقوم هي مرة مناضلة ويندا أجل واسع. هي كان ولد ولد واحد اسمه جولا جير. ثم هلا ومشى تزوج. زوج مرة ومرة بتوع حسن فيه اسمها يار مديد ويندو يال بتوع حسن. بقير قومه كده شاف شكله كان جا مشى وناضل ومشى في جابة فعلينا وان وتاني وكده حركة بدا ويا كان شجاع. الشباب اللي كان مشى في الجابة والجيش كان فدره في الحكومة. وهي زمن كان في قبل الحرب في 83 هي عمل موبلايزيشن كثير. وهي كان بمشي بتكلم مع ناس كبار وناس جيش وتقول نحن لازم نحدد الحقوق بتاعنا ونجيبه اللي هو سلام في البلد بتاعنا ونحن يكون لنا دولة بتاعنا منفصل من الشمال. كان ناضلة وشارك مع مع مع, مع رجال سوا. فيال كتب بنات جو وشافوا محل جيبون كان واقفه ومشى في الكاوة. ويا ودي توجيهن قبل كتب بنات عشان هم يكون معهم في المعركة. أكيد يمكن أنتم جيب يتكلموا عن كل الشخصيات. أنا بتذكر من بين الفتيات المجاهدة كان فاطمة ياوة أفتكر من الناس اللي كانوا موجودات. أيوة بالمناسبة وكن هنا النسوان اللي كان مشى مزوجات. يا كان كتب هنا يا مولولينا ركرود من اللي هو مشينا في الميدان وضربونا كتيبة شتا. وكد كتيبة شتا يا وفي ماما أياندي ميري أيان ميادي اللي هو فرست ليدي. وبعدين فاطمة نيوان كان رئيسة بتاع الجهاد في إيتام ومنطقة العجيل ستونة ستونة السفيرة علينا غلمان السفيرة. وهم يا ونحن كان قاعدين وكان لنا جاسين فيها جيو وفي ماما جاموس مرة مرهومة كاربينة كوانين بول واسمها ماما طو. هي كان قاعدة هناك وهم كان نسوان قوية جدا. وهم يا كان قاعدين بيتكلموا معنا نحن النسوان صغار ونحن كان شغالين كمان في اساسيشن زي انا كنت في الديمو ما باقي نسوان ونحن كان قاعدين نساعد الجيوش بتاعنا عشان هم يمشي شاكل. أكيد هم الويل كتيبة بنات نضاله ما انتهى إلى الآن نضال مستمر لأنه هم حاليا موجودين في كل المؤسسات الحكومية. لكن هل أنتم حاليا قاعدين تتلموا ككتيبة بنات زمان عندكم مساهمات قاعدين تقدموها ولا بس أنتم اكتفيتوا بال 21 سنة ويزول شاف مؤسسة وقاعد فيه وخلاص قاعدين تتلموا يكون في اجتماعات ولا بس بنتذكركم يا هو يوم 16 مايو؟ طبعا قاعدين نتلموا أنفسنا نتذكر اليوم زي يوم 16 ده. مفروض لو كان ما في بناي ناس فاتوا في هذا ناس كثير ما قاعدين في جبهة قاعدين اليوم في الوقت نتذكر قاعدين نتذكر ما قاعدنا ما اشتغلنا وقاعدنا لا لسه قاعدين نتذكر كان قاعدنا سوا قاعدين نتذكر التواريخ قاعدين نتذكر وفاتنا فات الماضي وقاعدين كمان نجتمع ونعمل شنو في المستقبل لسه هسه قاعدين في بروسس نعمل شنو يكون ذكرى لكتيبة بنات. غير ان يكون في ذكرى لكتيبة بنات اكيد كتيبة بنات ما ممكن يتنسي لكن بيكون عندكم مساهمات حاليا انتم قاعدين تقوموا بيها حاليا ككتيبة بنات زي شنو مثلا انتم قاعدين تعملوا؟ المساهمات؟ لان طبعا كنا هسه كتيبة بنات شكت كل زول عندهم شغل بتاعه الشغل بتاعه ده ما قادر عشان كيف تعمل له حاجه كده يتذكر الا كان يومين يدينا يكون كتار معلش هو ممكن يتذكر وما ما هنا ما عشان ما قادرين ولا ما عشان هنا نسينا انفسنا ما نسينا احنا قاعدين نتذكر انفسنا اكيد. ماما ماريا يمكن المفوضيه بتاعت معاق الحرب والارامل والايتام وخاص كمان للايتام والشهداء اسر بتاعت الشهداء اللي هم توفوا طوال فتره النضال بالنسبه للبنات اللي توفوا كتيبه بنات اللي هم بالنسبه لنا كمان ده تاريخ بتاعنا هل فيهم كمان مساحه فرقتوا لهم في المفوضيه بس ولا هو خاص للارامل والمعاق الحرب والايتام بس من هو كمان بيكونوا عندهم اسر عندهم ازواج عندهم امهات عندهم ابناء كمان قاعدين نساعدهم. نحن قاعدين نشوف عدد بتاعهم كم فما حاله لو شفنا عدد بتاعهم نحن بنشوف كان زول له راجل بتاعه عشان زول ما راجل ما ممكن يموت في يوم واحد. يمكن الكتيبة بنات اللي هي كتيبة بنات ماتت وياه فضل مع راجل بتاعه زي بنتيو في بيت اسمه بنتيو وول الراجل بتاعه شغال في بوليس
وهو بيجي بيجيب ادميشن بتاع ديال المدرسة ويال بتاع ونحن بنجي نديه نسبة بتاع مثلا يال اللي بيمشي في المدرسة ولو في مكافأة بعدين ممكن يدو مكافأة زي الشهداء بتاع رجال المدرسة وحكومة جاب نسبة يكون سواء للشهيد بتاع كتيبة بنات والشهيد زي راجل مقتله في الحرب عشان هم كان قاعدين بيعملوا حاجة واحد فمفوضية رحب لهذه الناس اللي قتلوهم كروس فاير الناس اللي مشى قتلوهم ساكت قاعدين في بيوتهم زي الناس اللي قتلوهم هنا ده مفوضية تسامل لهم بدون مساعدات أكيد ممكن هنا ماشيين على خواتيم لكن لازم نتكلم عن أي فترة بتاعت حرب يكون في معارك في الذاكرة يعني في معركة أنت بتتذكروه كجزء من كتيبة بنات لأتو معركة كان قوي لأتو معركة كان فيه مجهود لأتو معركة أنه حسيت أنه نحن قريبين خلاص عشان نصل النقطة اللي هنا دارنا نوصل ونحن قريبين للتحرك أو خلاص نحن قربنا نطلع خلاص نكون نحن جنوبين زي ما نحن دافعنا عن بلدنا 21 سنة كنا بندافع عن فكرة معينة يعني معركة اللي أنتو بتتذكروه في الذاكرة أكيد نبدأ بماما لويل بعد ذاك نشوف شكرا طبعا الماركات بتاعت حركة كان في ماركات صعبة كتير يعني زي بدر ماركة كان ماركة الكعب كتير ده ماركة تاجيكو كان سنة كم وكان وين؟ ماركة تاجيكو طبعا ده كان في جوكو في جوكو هو الاسم جوكو على اسم المنطقة ذات طبعا ما دين صعب طبعا جيس كان جاي بطريق ناصر يعني هنا جوكو يعني جوكو فجيس شغل كتير ومات ناس كتير جل في 10,000 بتاعت تجار بتاعت الجنجلين طبعا ده كان ماركات كان ناس مات وطبعا في زمن تحركة جيش بتاعنا هو كان قوة شديد جيش بتاعنا كان يعني زي نعمل اكزامبل يعني زي هناك اختلافات بتاعنا ناس اللي ماتوا ما قدروا يموت في 4 شهور ما ماتوا في حركة 21 سنة 21 سنة ما ماتوا زي ده 21 سنة يعني 2 مليون سنتي لكن 4 شهور أكثر من الناس اللي ماتوا الجنوبي طبعا ده للأسف وكمان زمن الناس اتجهوا إلى إثيوبيا كعب الناس دول يعني سايد كوريا طبعا بدأ في معادثات تحت أبوجا إلا بدأ في مدرسات لهذه الزمن مدرسات طبعا ناس بدوا في ستي ترجع الناس مشوا في بطول مشوا مدعو في سمور وناس حركة طبعا يراها يادا كان مدرسات كان شغل بيبا كفيف كفيف كان ما كفيف أكيد إضافة لك ماما ماريا المعركة دي كانت قوية بالنسبة لك المعركات كلها ما في معركة صاحب عشان الجيش بتاعنا كان قوي وكان عنده محبة ولو هم ماشيين في شكله الرئيس القائد راح الدكتور جون جرام وبريسيدنت الفقير ميادي وبعدين نيوان بان وكوربينو كل الناس كانوا يمشوا في شكله انت تقيف هنا وشكله لازم يبدا هنا وانت قاعد فوق وانت قائد قائد ما يكون بعيد في شكله شفتوا هم كانوا دولين عشان هم يشافوا ويشوفوا كعادات بتاعهم قاعدين هنا طوالي ما بعمل 5 دقيقة شكلا بقبضوا بلد عشان لو هما كان عندهم محبة وهم كان ما قاعدين بيشتغلوا كتيم ورك كل معركة دي ما كان في نجاح لما نوصل هنا معركة بتاعت خيالة عشان الناس يجوا في جبل هنا كان صعب شاكلوا ناس يمشوا وكان الزول ماسك في خياله خياله دابا في جنب توريدا ده كان شاويش ساكت كان بدا صعب في يدينه زي ده شاكلوا قبضوا خياله وشاكلوا قبضوا خياله ناس جو كورنجليزي هنا كمان شكله بتو كان صعب وانت شفت هنا كنادي كان مولو زي جوار بتاع فيران هم قاعدين هنا كسروا كبري وشاكلوا لما انطردوا جلابة في محل عشان يجي في جوبا هنا شكل بتاع أشواء قريب هنا في جوبا هنا كان شكل صعب وكمان شكل ناصر يا أنت قاعد تشوف هذا الرؤساء بتاعنا كان قاعدين بيربطوا في هنا قريب عشان هم يعملوا كبري يشيلوا عربية ويحطوا فوق ويمشوا هم كانوا دولين زي ناصر فهم كان نجوا عشان القوة
وهم كان بيهبوا بعض وهم كان قاعدين بيشاكل مع رواصاتها وما كان في أغاويل وكده وكده كانوا متحدين ياس هم كان قاعدين تمام وما في زول ذات عنده فرصة يمشي يقول فلان عمل وفلان أكل انتوا قاعدين تاكلوا شنو زي ما انت قاعد تشوفوا هم بيبقوا جبولين وكده ما في زول كان قلبه للزول الثاني فشكله بتاع الناصر كان شكله صعب جدا جلابه بيجي فوق وبيجي تحت وكده وصل هناك قبضه ماجو وقبض ناس كتير شكله هي كمان شاكله زي ده ونحن نسوان بورام نحن قاعدين نودوا تعيناد ونذكروا تو يو 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 عشان هم كمان شاكلوا والجيش كمان كان قاعدين يعملوا بوري عشان هم يقبضوا بلد كان في مورال حاجة اسمه مورال بأغاني انت قاعد تسمع محسدة ده غاني لو انا سميته زي ده وانا راجل انا ممكن نجي ونشوف توالي ونكون فرحان انا اذكر بورا زمن شكل اكيد نحن هنمشي فاصل اكيد ذكرياتكم كثيره في كتيبه بنات ودائما بيكون في الجميل وبيكون في الاشياء بيكون في شيء من المراره انه نحن فقدنا كثير من النساء اللي كانوا في كتيبه بنات نحن هنمشي فاصل اخير خليكم معنا ونجي راجعين في منبر المراه رجعنا لكم اكيد من جديد مشاهدينا الكرام لسه بنذكر انه نحن الليله في احتفاليه خاصه عبر برنامج منبر المراه بمناسبه العيد 31 للجيش الشعبي ونحن في حضره مفوضيه معاقي الحرب والارامل والايتام ومعنا في الاستديو كنا مام الويل احدى رائدات او مؤسسات كتيبه البنات كمان ماريا وبنذكر كمان انه معنا لسه عشان نتكلم عن تواريخنا القديمه امنا حفصه ضحيه قبل الفاصل احنا تكلمنا عن انه المعارك اللي انتم كلمت قلت المعارك كلها كانت قوية وكان برضو في وجود للمرأة بعد ده كله يمكن لسه في ذكريات رغم انها كانت قوية وفيها مرارات لكن لسه بعد ده كله لما احنا نضبط عم نجاحين 21 سنة من القتال وكنا احنا نلنا حريتنا بيكون في ذكريات جميلة لسه احنا بنتذكرها عن ايام 21 سنة وانتم في الغابة والقتال وبتتذكروا كمان المعاناة اللي كان قاعد تعيشها المرأة لو جينا نلخص 21 سنة بالنسبة لكتيبة بنات انتم بتتذكروا شنو فيه شكرا مرة ثانية طبعا في زمن كنا في كتيبة بنات انا اتذكر زمن كنا في بيلفان زمن ده انا ما بنساه كله زمن ده كنا بنهيب بعض شديد طبعا كان حسل حاجة لزول حاجة ده كانوا حسل لنا كلنا كنا بهيب بعض ونهتم ببعض كمان كان في امراض ممكن نشيل زول المال نلحق فيه مستشفى كمان كان في هنا زمن ده كمان اكل كان بكون بسيط سمتاي فزمن ده كان لقينا بسيط نشاربه كلنا ناكل في مال واحد كان ما في زول باكل براب باكل براب طبعا ده يا حب اللي كان ماري كلام كبير في زمن بتاع بدايه حركه الناس كان بيحبوا بعض شديد كنا بيحبوا بعض خالص فزمن كمان وقت خرجونا جيتنا وزوجنا كان ما في هنا نسوان يعني نسوان اللي كان كتير ما أنا كان أختنا واحد ولد نمشي نعمله خدمات وكنا قاعدين يعني نتابع أنفسنا زي زمن ده كان كويس حتى الآن ذاته كان في بقينا نسوان كبار يلا بناتنا بدأ يتزوجوا قاعدين ننادي بعض في الإرث ولد من كتيبانات من كتيبانات ولد وزوج بنادي بعض كمان نمشي نفرح سوا نمشي نعمل اي حاجه سوا في جوبا هنا كمان اكيد ما عرفت تذكر شنو الجميل وشنو اللي بتحس انه في وجع انه احنا 21 سنه ده لحد ما جينا لاستقلالنا الفتره دي كانت فيها حاجات مصاحبه لكثير من المعاناه اللي قاعد تعيشها المراه شنو اللي بتتذكري لين الزمن ده؟ حاجه انا بتذكره انا كشخص أنا بتذكر في الزمن الناس كان في شكلة أنا كنت قاعد أقول ما في زول بالحي كل الناس بموتوا ولكن هسا لو أنا ذكرتها وكد نحنا كان في مناطق لاجئين نحنا النسوان كان قاعدين سوا وكد شكلة لو الناس ماشيين في شكلة نحنا بنمشي سوا مع الرجال بتاعنا والرجال بتاعنا كان عندهم محبة وهم كان بريدوا بعدهم وحاجة جميلة أنا كنت مرتبه عشان شكله ما بقتل الناس كله شعر رجال بتاعنا عشان يجيب سلام وخلي بقى أخوانا عشان يقولوا حصة زي ما نحن قاعدين نشوفه فحاجة ده كان حاجة جميلة وكل الناس بقى عندهم تعليم
ناس بقوا عندهم مدارس علمنا يال كان في الشجرة. نحنا كان مولو لنا تدريب عشان نحنا ندرس يال مدرسة عشان وكل الناس كان شاكلوا ده ما كان متعلمين يعني كان شاكلوا دي كان عمين ناس ما متعلمين وشاكلوا وفتانا مدارس ونحنا في الشجرة لما الناس وصلوا بالدرجة يجلس شهادة فحاجة ده كان جميل في قلبي خالص عشان لو شلنا سلام زي حسن هم بمشي في شغل نازل ويشتغلوا وبيعرف أي حاجة فحاجة ده أنا بذكره كويس جدا. حاجة أنا بشوفه كعب ليه؟ عشان نحنا أقلنا سلام تلينا بلد بتاعنا وكنت تلينا بلد بتاعنا نحنا حسن كان قاعدين نقول نحنا حرامي وكنت بريسيدنس الفكير فتلينا مكتب وجاب لنا كومردين داو نحن رامي كان قاعدين نقول إن شاء الله الزول يأكل له وشاء وينوب تي شجرة وما في حرب وما في أي زول يجي ينحب حاجات بتاعك وما في زول يجي يشاكلك ما يالا وانت بتي شجرة إن شاء الله أكيد أن تقعد في مشامة وتقعد في محل بتاعك ده نحن كان متوغين بأنه ما في حرب يجي تاني عشان يقتل الناس ويزيدوا للناس كان ما في زمن الجلابة فحاجة ده ياوا حاجة أنا بشوفها حاجة كعب لي ودمع لي براي فكلنا عرامل عشان نحنا فقدنا رجال بتانا وكان ده كان زمن استعمار قلنا للرجال بتانا مشي شاكل وما جلابة وانت ما بتعرف الشكل ده يمكن راجل بتاعك يمشي يقتل وانت قاعد تقول له مشي شاكله هو بجي ما بجي تاني فقدنا رجال بتانا فقدنا يال بتانا ذاته الكبرى ومشي شاكله عشان بلده وكده سلام جا كان نحنا كان نحنا محبة في قلب بتاعنا أي زول جنوبي إن شاء الله زول ما شاكل وزول شاكل يأكل بلده ده حاجة كاب في قلوبنا كلنا رامل عشان نحنا ما دايرين ناس كان يموتوا تاني زي ده عشان أي أرامل ديل نعملوا كيف يال بتاعهم ده كان جرا وكان في مدارس ماتوا تاني نحن بنعمل شنو حاجة ده كاف فاسي وأنا قاعد أصلي لربنا عشان ربنا لو هي كان أدانا سلام في 21 سنة فهو يجي كمان يدينا سلام ويخلي لنا خطايات بتاعنا فيا حاجة كاب أنا قاعد أشوفه والحمد لله سلام جاي إن شاء الله أكيد نتمنى سلام والاستقرار لجنوب السودان. ماما حفصة يمكن في كلمات بسيطة وانت كزولة برضو تعبت وكأرملة كمان فقدت زوجك أثناء فترة 21 سنة إحنا بنسألك إنه ممكن حاليا الناس بتذكروا أحداث 92 أنتوا بتتذكروا كيف الأحداث دي إلى الآن وفي مجموعة بتاعت أرامل برضو ضموهم لمفوضية الأرامل والمفوضية اللي كونها رئيس الجمهورية أنتوا انضميتوا للمفوضية لكن كمان لسه بيكون في ناس لسه في بعض الأمهات وفي بعض الأرامل هم بيتذكروا اليوم ده اللي هم قاعدين ينسوا. أنا بذكر في جوبا ماستر 1992 بصلوات دائما كل سنة بصلوات كنا بنعمل صلوات في شهر 7 لكن دور غير عنا نعمل شهر 6 يوم 7-6 بنعمل صلوات ده لذكرى جمال فن شاهلوم وقاتلوم ده كل أرامل ده بان وكنايز نفسه تانا كجوبا ماسكا ويدوز فإنا بعمل صلوات وبنادي كل ناس الناس وماتوا مش بس في 92 الماتوا حتى في حرب ده كله هنا بذكر بزمن داك سوا لأنه ناس ما ماتوا هنا بس في غابة ناس ماتوا في جو مدينة ناس ماتوا ماتوا بتريجا الكاتولوما بتريجا ساب وهنا كمان كروس واي كاتول ناس وعرب كمان كاتول ناس هنا في غابة وجوه هنا كله so كله شهر 6 أو شهر 7 بنسلي بنعمل صلوات كبير في كنيسة وانا برحل من كنيسة لكنيسة مثلا سنة دي انا بعمل في كنيسة تاني سنة جاي بنعمل في كنيسة تاني كده عشان نذكر حاجة الكعبة اللي كان حصل في شهر يناير 6 سنة الفات من سنة 1992 شهر 7 أكيد إحنا ماشيين على خواتيم أنتوا بتقولوا شنو بتبقي تاتك تبقى مع حفصة بتقولوا شنو للجيش الشعبي ولكل المواطنين اللي بيحضرونا ل 31 سنة
والله من الجيش الشعبي بنقول شكرا شديد في ميدال تمن أجاب لنا السلام. كنا تعبانين كنا قاعدين في جوبا هنا ما مشينا طبعا أي محل، لكن واحدين مات بالجوع، واحدين تعبانين بالجوع وعطش وشنو وفي راسهم بكاتولوكم، لكن الحمد لله نادلوا وبشدة وبمحبة زي ما كاتبة بنات دكلم ونادلوا بمحبة. كان مفروض أسا تاني ناس ما يشاكل دارين سلام، نحن ناس تيبو في يال ولدو بدون ما بيعرف مدرسة دي شكلتوش، لكن ناس السلام جا خلاص ناس بدا رجع في مدرسة، يال صغار بدا رجع في مدرسة، حتى ناس نسوان كبار ذاتو بدا رجع في مدرسة. ديك حاسة تاني بلي مشاكل تاني بشو نزومت مشاكل ما في، انا مرتاح لجيس الشعبي عشان يمسك بلدي ودي قوة كمان بنسلي لهم عشان يمسك بلدي بطريقة كويس عشان تاني ما دارين مشاكل. إن شاء الله مفوضية الماشي ده إن شاء الله يجيبوا شنو يجيبوا لنا السلام. أرامل كله بكوري قال تاني أرامل تاني في رأس أرامل ما بيجا أوكي بنسلي شديد كايدو أرامل كله بقعدوا بسلي لنادي سلام الجاي. أكيد إحنا بنتمنى سلام. مروان أنت بتقولي شنو في 31 العيد ال 31 للجيش الشعبي؟ طبعا أنا بشكر الجيش الشعبي خالص، وأنا دا نسأل أنا دا نسأل الوزراء دا نقول لهم محبة كنا في الجابة وين؟ أنا دا نسأل الجيش الشعبي نفسه اللي قاعدين بحارب واسع محبة دا وين الجيش الشعبي؟ أنا دا نسأل المواطن الجنوبي كله محبة بتاع البلد اللي كان هربنا ب 31 سنة وين؟ وين؟ بينه نسوان ويونا ثلاث ملا بالموية لحد ياس ما كنا متوقعين ان الناس يكون ناس يرجعوا ورا تاني. فانا ده مثال محبة ده محبة اللي كان ناس قاعدين زي مثلا كومريت نيون استو قاعدين تشوف كومريت سلفا والدكتور جون قاعدين بربطوا مركب عشان كيف يقطع ويجيب يمشي حرب برا تاني. محبة ده وين؟ أنا ده جنوبين خليه يرجع محبة دوارة. طبعا زمن الناس كان بيحاربوا عشان بلد يلقى هرية كان ناس بقول واحد، كان ناس بسمع بصوت واحد، وكان ناس باكل واحد، لكن جنوبين محبة أرجع ومحبة ورا. واسه بتاعي لجنوبين وشكرا. شكرا لكم الويلة مواريه ختام بداية. أنا لجيش الشعبي أنا بقول لهم جيش الشعبي إتو يا أوش بتاع جنوب السودان. أصلا لو أنت عملت بيت وما فوق أوش بيجي بسروا حاجات بتاع وبيجي بقتلوك في البيت، لكن لو أنت أوش ما ممكن بيشيلوا حاجات بتاع. فأنا أقول لجيش الشعبي قال هم يفوتوا برا من سياسة عشان هما يقفوا بورا السياسيين، ما في زول ما جيش هنا، كل ناس جيش يعوزي نحن كتيبة بنات، ولو لقينا سياسيين حسن هنا ما ممكن نقفوا بورام. انت تدافع وطن بتاعك وتدافع مواطنين بتاعك من ما من أخوك، تدافعوا من زول أدو الكنغا بشكل ما. وجيش الشعب ذاته ما يمشي في قبلية عشان هم وكيف قاعدين بمشي في ميدان، قاعدين بمشي في قبيلة واحد جنوب السودان وبمشي كجيش بتاع جنوب السودان، وهم أغاني قاعدين بغنوهم ده أغاني ده بيجي باللغة بتاعه ده باللغة بتاعه، وهم بغنوا غنى ده وهم بيعملوا بو مورال وبمشي في شغل. فحاجة أنا بقول لجيش الشعب يا حسن في جيش الشعب الأول اللي كان في 83 ل 2005 وفي تاني قاعدين بجندهم، فهم يكون عندهم احترام للدولة بتاعه، يكون عندهم احترام للرئيس بتاعه. في حسكم رسالة فكير بقول لهم انتوا يا جيش ما تضربوا بعضكم، انتوا جيش بتاع الدولة وانتوا يا اوش بتاع جنوب السودان. فهم لو عملوا دخلوا في القبلية ما هم بنتي، ولو انتهى كل مواطنين بنتي عشان هم قاعدين بشاكلوا ساكت بدون مواطنين، قاعدين بشاكلوا مواطنين فيه.
بعد ده هم بيعرف كيف عشان لو ضربوا انت بجري كيف عشان ما يضربوا. لكن مواطن ما بيعرف اي حاجة, فهم يدافع مواطنين من عدو, وهم كمان خدوا في بالهم بانه نوير ما يعدو ونوير ما يقول دينك يعدو, وبعدين ناس بور وناس هنا ناس إكواتوريا يقول لنا دينك يعدو. لا عدو بتاعنا لسه ينام يا هم قاعدين بيشوفوا صورة دكتور جون جابي كود يد بعشر دي شمال في مشكلة هنا مشكلة ودود يا شعبي نسيته مشكلة ودود ودود جاي مشكلة ودود جاي حسن ولو جاي كده يكون عندكم محبة يكون عندكم يونيتي بيناتكم. فده كلام بتاعنا داير أقول لكم, وأنا بشكر أساسا تي في بمناشدات بتاعوا اللي بعمله كل يوم وبجيب معركات من زمان الناس كان قاعدين بيشاكلوا من نيايوان ولهدى أسفل. فأنا بشكركم شديد بتي كي بشغل بتاعكم الكويس مع ماما نادية بشغل الكويس وكل ناس في جنوب السودان. وإن شاء الله نحن يا جيش نعمل احتفال ده بكرة, ما في زول ممكن يعمل مشاكل تاني ولا تضرب سلاح عشان نحن مواطنين نمشي نكسر بعضنا ولا عيد بتاعنا ده في 31 سنة يقرب. نحن دارين نعمل عيد ده يكون ذكرى وكمان يكون بتاع بيس ما يكون بتاع مشاكل. أكيد. وشكرا جزيلا. شكرا لكم كثير. شكرا لكم. احنا خلاص كده وصلنا لختام حلقتنا ليوم الليله. انا بشكر احنا كنا في معيد مكتب مفوضيه معاقي الحرب والارامل والايتام بنتكلم عن 16 مايو عيد الجيش الشعبي, وكان معنا في الاستديو استاذه الويل بيورجو وماما ماريا جولين جاجمير وكمان حفصه ضحيه ضمن المكتب بتاع مفوضيه معاقي الحرب والارامل والايتام بجنوب السودان. هم كانوا حضور انيق في برنامج منبر المراه. بنعيد على الجيش الشعبي, بنعيد على كل افراد جمهوريه جنوب السودان, بنقول لهم كل عام وانتم بخير وكل عام والجنوب ينعم بالامن والسلام والاستقرار. وتحيه خاصه من برنامج منبر المراه لكل الاسر, خاصه اسره كتيبه البنات اللي هم كانوا لهم بصمه وودوا فيها دور للمراه في فترة النضال طوال 21 عاما. لكل النساء الرائدات ولكل أسر الشهادات اللي قدموا أرواحهم أكيد دفاعا للوطن, بنقول لكم شكرا لكم. أنتم كنتم معنا في منبر المرأة لحد ما يتلاقى في الأسبوع الجاي. كل سنة طيبين للمرة الثانية وإلى اللقاء.